هات فرشتك. عايز الصوت. والمسدسات ارفعوا. شيل انت هذا جهاز مكون من اربع مسدسات واثنين اجهزه شفط، مكنستين، واحده للغسيل، واحده لكنس الاتربه، وهذه هي المحطات حقت الضخ. هذا تنظيف بالبخار باستخدام جهاز التنظيف المكن. هنا هنا عليها عليها عليها. فين الفرشة يدوي؟ فين الفرشة يدوي؟ هات الفرشة، هات الفرشة اللي بدك اياها. اوكي يلا شغل بخار، شغل بخار كله 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 محل ما ترك حلو. بريك ذا براش، اضرب يكون قفلنا بهذا الشكل. لا افتح افتح. اضرب الوسخ، لا بس اضرب لي الوسخ، اضرب الوسخ كله 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 كله. عملية تنظيف السيارة من الداخل باستخدام الجهاز. طبعا التوصيلة طويلة السيارة. أحدث جهاز تنظيف السيارات في العالم ينظف السيارات من الداخل بالرغوة، وهو جهاز مركبي بيتركب في المحلات، بيعطي رغوة لتنظيف الفرش الداخلي للسيارة، وبيعطي رغوة لتنظيف السيارة من الخارج. في نفس الوقت ممكن تحصل على البخار، له توصيلة خاصة بالبخار، هذا مسدس خاص بيعطي البخار للتنظيف الخارجي وللتنظيف الداخلي. فهذا الجهاز يعتبر متعدد الأرقام ومتعدد الاستعمال. طبعا في سويتشات تحكم هنا للتحكم في كمية البخار وفي درجات الحرارة، هنا تحكم في كمية الرغوة ودرجة حرارة الرغوة. فجهاز عملي جدا، وهذه هي التوصيلة الخاصة بإخراج الرغوة، ونفس هو الرغاوي والتنظيف اللي احنا نظفنا به في الأول السيارة، هذا الجهاز بيكون فيه، بس هذا الجهاز غير متحرك، هذه المراكز الثالثة، وشكرا. هذا هو الجهاز اللي بيقوم بعملية التنظيف. طبعا الجهاز فيه هنا زهرير، هذا زرار هنا الشفاف حقه، وهنا البخاخ حق الشامبو والربو. طبعا هنا توصيلات اخرى بتتركب مراكبه فيه، دي حق تمديده الشامبو اللي بيخرج، ودي تمديده الشامبو اللي بيدخل، ودي تمديده الضاغط، وجهاز الخلط. وبالنسبه له
له عملية التعلية سهلة وبسيطة والجهاز المركزي. احنا بدلنا الجهاز بجهاز ثاني اللي هو بيدعك وهذا لحظة اقفل رغوة اقفل رغوة.